الندوه العلميه اللي عرفها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش واللي كتعلق بالمركز ديال الطب التجديدي واللي كيدخل في صلب الاهتمامات ديال وزاره الصحه ونظرا لانه تكنولوجيا جديده وهذا العصر هادشي اللي بغى هذا العصر هذا فهاد النواه هذه يمكن لها تصلح باش تكون كمثال يقتدى به في جميع المراكز الاستشفائيه الاخرى وحنا كنعرفوا بان الصحه على المستوى العالمي كتعرف واحد التطور تكنولوجي وحتى تطور حتى في الطريقه ديال العلاجات وفي النتائج الاوليه اللي عرف هذا المركز هذا واللي هو مدبر بطريقه شراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وعطات الاكل ديالها فهذه حتى طريقه ديال التدبير اللي هي جد مهمه وغتخلي ان يكون الانفتاح على القطاع الخاص فهذا مثال ديال التكامل ما بين القطاعين واللي خصنا حقيقه نكثروا منه على المستوى الوطني والطب التجديدي بجميع يعني الزوايا ديالو انه كيعتني سواء بالامراض المزمنه او بعض الامراض اللي هي خطيره كالامراض العضال كبعد خطر السرطان ديال الدم تنظن كاين الحمد لله بعد اولا كاين كفاءات جد مهمه في المغرب واللي بدات كتبدع في العمل ديالها وكاين كفاءات اخرى كاين مؤهلات اخرى كتجي من المغاربه القاطنه بالخارج واللي جاوا تشاركوا كذلك في هذه الانجازات هذا فهذا افتخار واليوم هذا الشيء اللي بغى صاحب الجلاله الله ينصرو ان تضافر الجهود ديال الجميع القطاع العام والقطاع الخاص لخدمه المواطن المغربي وتطور ديال الصحه وحنا ان شاء الله على مشرفه ديال يعني الاصلاح ديال المنظومه الصحيه واللي غتعرف يعني قطيعه مع الماضي وثوره في هذا القطاع ان شاء الله غادي نعرفها شكرا لكم. اليوم الدراسي الاول اللي كينظمو المركز الاستشفائي الجامعي لصريح مركز تيب تجديد التابع لهذا المركز. الاهداف المتوخاه من هذا اليوم الدراسي اولا التعريف بالطب التجديدي وكذلك اظهار جميع المنجزات التي قام بها هذا المركز المتعلقه بالعلاجات المقدمه للمرضى وكما شاهدتم بان مجموعه المصالح اللي قدموا النتائج والحمد لله بين هذا النوع ديال العلاج نتائج جد مهمه. ثانيا يعني هذا اليوم الدراسي تمكنا كذلك باش تكون واحد النوع ديال النقاش على النوع ديال يعني لي كونفونسيون التشارك اللي غيدار وكما لاحظتوا حتى الكلمه ديال السيد الوزير بان البي بي بي يعني البارتناريا بيبليك بريفي اللي غيعطي واحد الامكانيه للناس ديال القطاع العام والقطاع الخاص وباش يكون واحد التبادل ديال الجهود باش يقدموا واحد عرض صحي في المستوى المواطن المغربي.